السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. أرحب بكم من جديد، دائما معكم سيف. تتم الموضوع السابق فيما يخص الغش والكذب أثناء بيع الطيور. إذن أيهما أحسن، هل تشتري طيور بالغة أم تشتري فراخ؟ كما قلنا، بما أنه كاين الغشاشين والكذابين في الأسواق، يعني ما تقدرش تشري طيور بالغة، إلا ركز لي على النقطة هذه، إلا إذا كنت تشتري ثقة، يعني تعلم أنه هذا الإنسان اللي يبيع لك زوج حسون ولا يبيع لك أنثى ولا ما يهمش، تعلم أنه أنتجت عنده. إذا لم تنتج، على الأقل تكون تعرف أن الطيور هذه بصحة جيدة وأنه يحتني بها وما فيها حتى مشكلة. ليش؟ لأنه في الغالب تلقى اللي تتباع الطيور المريضة، الطيور اللي على العام هي تسقط، الطيور اللي ما جهزتش نهائيا، الطيور المفزوعة. يعني هذا ما راح تلقى، كذلك راح تلقى في الذكور خاصة تلقى ذكر حسون يعني كوبلي ما شاء الله وعنده التغريد، لكن ما ينتش. ذكر يلقح أنثى واحدة البيض فارغ، زاد جربوا مع أنثى واحدة أخرى كذلك البيض فارغ، زاد جربوا مع أنثى واحدة أخرى. إذن هنا وش يدير؟ يبيعوا على أساس طائر قوي في التغريد وطائر ما شاء الله وحكاية الشارمير وحكاية هذو كامل. أنت تروح تجيبه ومن بعد تطلق مع الأنثى تبيض لك، خرج لك البيض أبلو، لأنه المشاكل هذه كامل راح تكون عند الذكور، لأنه جرب الذكر هذا مرة مرتين ثلاثة لقاه أبلو، دلو كلش وما زال الذكر هذا عقيم. إذن من الأحسن إذا كنت ما تعرفش على من تشري وراح تشري من السوق، من الأحسن شري الفراخ. علاش؟ الفرخ راح تطلعوا على يدك، يعني تطلعوا أنت كيما تحب، خاصة إذا كان صغير تقدر تزيد تسمعه كاش ما يهز لك نوطات، تربيه على يدك، يرتب عندك، يكبر عندك إن شاء الله، تربيه تربية صحيحة وسليمة، يجهز لك في الموسم هذا، يعني يلحق لك 8 شهور إن شاء الله يجهز لك الطائر هذا، سواء ذكر أم أنثى، أنت تعرف تطلعه عندك إن شاء الله يصلح لك وينتج. أما كما قلنا تروح تشري فيو كبير، يعني ذكر بالغ ولا أنثى، وماكش عارف ولا من تشري، ما تديرش. لا، من أنا مانيش نقول الناس كامل غشاشين، كاين اللي كما قلنا اللي راه محتاج بيع الطيور تاعك كاين، لكن أنت دير الاحتياطات نتاعك، ما تريسكيش، يعني ما تروحش تريسكي نتايا بمليون ولا بجوج ملايين ولا ما نعرف شحال ومن بعد يخرج لك ذاكر عقيم، ولا تخرج لك انثى مفزوعه ولا فيها حاجه ولا مرضى، ولا كاين الانثى اللي ما حضنتلوش، كاين اللي بيضت ما حضنتلوش، كاين اللي تاكل ولادها، كاين ايه، راح تشوف العجب بالطائر هذا، طائر الحسون فيه العجب. اذا من الاحسن سيرتو لقيت بنت القفص ولا ولد القفص، ان شاء الله تنجح لك، وشكرا.